جيت حضرت في هذه التظاهرة هذه اللي تنظمت في مدينة أكادير. صراحة هذا القضية راه شي حاجة اللي فرحتنا بزاف حنا كحقوقيين، لأننا لقينا واحد الناس اللي كتهتم بنفس الرسالة اللي عندنا. حنا رسالتنا موجهة لجميع المنظمات وموجهة بالخصوص لدولة فرنسا اللي كتطالبنا بحقوق الإنسان، وهي كتنتهك حقوق الإنسان داخل بوليزاريو. لأني أنا كمواطنة ماشي كإنسانة تابعة للدولة، كمواطنة كحقوقية كفنانة كنقول لفرنسا كفى من الاستعباد، لأن الجزائر لا قوة لها أن تواجه المغرب، وإنما فرنسا هي اللي ورا الجزائر. وكل انتهاكات اللي كتوقع في بوليزاريو كانت فرنسا هي أم السيدة ديالها. ولهذا على لسان عائشة نرجن كنقول فرنسا كفاء، وكنقول كاع الواحد أي واحد كيقول لك بأنه المغرب ما كتعطي حق الإنسان أو حقوق الإنسان أو لا تهتم بقضية حقوق الإنسان، المغرب كانت الدولة السباقة وكنا احنا ناس يعني واكبنا هاد الشيء من خلال جميع القضايا اللي وقعت في الصحراء، منها المصالحة ومنها الإنصاف ومنها بزاف ديال الأشياء اللي قامت بها الدولة مع المواطنين اللي كانت ارتكبت في حقهم خطأ، وجميع الأخطاء صحتها الدولة المغربية. كانت الدولة المغربية سباقة، ولهذا احنا رسالتنا موجهة لجميع المنظمات، وحنا بغينا أننا ندافعوا على هذوك الناس ديالنا لأنهم هما قلة وحنا كثرة. حنا أهل الصحراء أولى بالرسالة، حنا غادي ندافعوا عليهم حتى لآخر نفس عندنا، لأن هناك أبناؤنا وأبناء عماماتنا وأبناء عائلتنا داخل بوليزاريو. ولهذا على جميع المنظمات تعرف بأن الصحراويين كتلة واحدة أينما كانوا. ولهذا نحن كنقولوا عاش الملك، وحنا صحراويين مغاربة أبا عن جد، وعندنا جميع الظواهر والأدلة اللي كتبت بأننا مغاربة صحراويون، والصحراء يعني والمغاربة صحراويون والصحراء مغربية. ولهذا نقول لكم أنا راني من الناس اللي غادي ندافع على القضية الوطنية بالريشة وبالقلم وبصوتي، بأن الصحراء خط أحمر.